يا هلا وسهلا فيكم. الألم اللي موجود بين الكتف والرقبة، الزاوية اللي بين الكتف والرقبة، كثير من الناس يعاني منها نتيجة إما مشاكل بالرقبة أو بالكتف. وش الحلول أو وش التمارين ممكن تساعد على تخفيف هذا الألم؟ راح أوريكم بعض التمارين اللي ممكن تساعد على تخفيف هذا الألم، بالإضافة لاستخدام الكمادات الدافية تقليل هذا التشنج. في حال زيادة الألم مع هذا التمرين نوقف هذا التمرين ونراجع مختص. شوفكم. تمارين تساعدك على مرونة العضلة اللي بين الكتف والرقبة. أول تمرين أحاول إني أحط يدي على ركبتي المعاكسة لليد، أحاول إني أمد يدي الثانية وأرفع يدي للأعلى مع ثبات خمس ثواني إلى عشر ثواني وأريح على نفس العضلة اللي تعبني. بعدين أحط يدي بهذه الطريقة وأحاول إني أميل جسمي وأعمل اليد ثابتة على منطقة الجسم وأميل وأثبت خمس إلى عشر ثواني وأريح. ونرجع يدي للخلف أيضا بهذه الطريقة وألف جسمي خمس إلى عشر ثواني وأريح. يعني أول تمرين ممدودة اليد، تمرين ثاني قريب الكوع من الجسم، تمرين الثالث أرجع يدي للخلف وألف بالجهة اللي نفسها فيها الألم. آخر تمرين إطالة العضلة مع ثبات خمس إلى عشر ثواني. في حال زيادة الألم نوقف الإطالة.